تتعكر لي عاد خليتوني حسان. همومك وسعيد يومك تفضل طول عمرك فرحان. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو، حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. قول ويانا وغني معانا، قول ويانا وغني معانا. سيداتي أنسات سادتي، مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. في الحقيقة في شهر رمضان بنشوف مجموعة كبيرة جدا من الفنانين بتوعنا وهم موجودين في مكان ما، المكان ده هو الحارة اللي عايشين فيها. كل فنان من دولة هنعيشه في شخصية معينة دلوقتي مع الفنانين. مية مية على الناس الكويسة ومية تماس يا وردة قاعد على الكراسي. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. بقى الحكاية وما فيها بقى ان رمضان جه فجأة. ايوه جه فجأة. وبعدين بقى انا خدت الشيخ سنقل معايا وطلعت فوق العيشة كده بتاعت ماي هاوس بتاعتنا. انا طلعت فيك فوق كده هو، انا وهو ببص كده هو على الهلال، انا ببص كده هو يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي يا نور النبي. رمضان بكره، رمضان بكره، رمضان بكره. الله الله الله، ايه ده ايه ده يا معلم؟ هو انت شفت الهلال؟ هلال مين دول؟ الهلال قال انا شفت القمر، قمر 14. بقول لك يا معلم، هو القمر خليت الهلال بقى قمر، مش حرام برضو يا معلم؟ دي برضو طريقة، دي برضو مش حرام. شوف الدهول اللي برضو. بقول لك انا شفت فتكات تمشي العين. انا كل سنة اطلع كده واول ما اشوف فتكات كده هو قدامي، اول ما اشوفها كده هو يبقى رمضان بكرة. وهشوفتها وديني النبي وديني النبي. انا ليه مزاج ارقص؟ سيبنا ارقص يا معلم. بقول لك ايه، ملوش لازمة ترقص عشان ممكن العشة تاخدنا ونروح نازلين في الحارة متكسرين. ها ملوش لازمة، الله يخليك يا معلم. ها اللهم صل على النبي. ونزل الشيخ سنقل في الشارع وراح نشر الخبر في الشارع. اول واحد بقى عرف مين كان الشيخ دوش المسخرات، ابتدى يقول اصحى النايم واحد الدايم، رمضان كريم. الله ابله، ايه ده جدع انت وهو بتصلوا بينا على رسول الله يا عم محمد؟ ابله يا عم ما تقوم يا جدع انت وهو، بطلوا وخم بقى يا عم حسن يا ابو علي، ما تنزل يا جدع انت، صلي على النبي. يا جدع الله، هو نوم وخم يا جدع؟ بس ابله ما تصلي على رسول الله. ايه صوزيطة دي؟ ايه يا ابني اللي تعاوله ده؟ هو الواحد ما عرفش ينام في البيت ده ساعتين يا جماعة؟ حرام عليكم. هو في حد سحر حد عادة بالساعة 9 مساء؟ ابره انا حر بقى، اسحركوا 9 اسحركوا 8 ما اسحركمش خالص، انا حر وده مزاجي. اخلص وادقني للأدب اللي صحبنا بمزاجك ده. بس جدع يوم العيد تيجي تاخد الكحك والمكسرات والكحك الظريف بتاعنا وتتكل على الله. أبله بقولك ايه، ما تصلي بينا على رسول الله بقى، لا كحك ولا بتاع ده، الكحك بتاعكو زي الابلكاش، تقدمه للضيوف وتطلع تجري. اخلص وقت قليل الأدب. مش عيب يا ولد، عيب كفاية، حرام عليكم بقى انت والراجل اللي ساكت فوق ايه ده الفنان العظيم ده اللي عبال يعمل بروفات طول النهار وعبال يقول هيلينا العزيزة، هيلينا التي ساند امك في ساحة الميدان، كيف امحو خيالك في ذاكرتي وانت تقفين في الهراء وتقولين وحوي يا وحوي يا رحت يا رمضان. وبصيت بقى لقيت ايه، الشيخ عماشة والشيخ برعي وكل الحتة نزلت تجري. وبصيت لقيت ده نازل عمال يقول ايه، بنت السلطان لابسه شواري جابت لي فانوس ودتني جنيه، بنت السلطان. ايه ده انا سامع رجلين. بقول ايه مين اللي ما... يا استاذ اديني قرش والنبي، قرش عشان خاطر رمضان الله يخليك. طب قرش واحد بس،
بقول ايه؟ ايه ده؟ انا بس انا سامع صوت كعب حنين رقيق وطعم وخفيف قوي. بقول ايه يا مادموزيل؟ قرش قرش لله قرش عشان خاطر عمك رمضان. طب عشان انا حلوه كده قرشك تعبان. طيب بنت السلطان لابسه سواره جابت لي فانوس وديتني جنيه. بنت السلطان بنت السلطان. وبصيت لقيت العالم هلم بقى كده عندي بتاع الفول ده اللي نزل البيت بالبيجامة وده نزل بالروب والست الهانم والخدامة والعيال والعالم هلم بقى جنب بتاع الفول. بتاع الفول عمال يقول قرب يا جدع الفول الكهرمان الفول اللي بيضحك لوحده. بتقول ايه يا حبيبي؟ الفول بيضحك لوحده ولا السوس اللي بيزغزغه؟ ها؟ بقولك ايه؟ اديني حبة فول جدعان. ما انا حبيبك برضو. كل سنة وانت طيب. هات يا حبيبي هات. متشكر. خد. اي! تاكل على الله. يا ابني إيه حرام عليك كده حرام. حاجة وحشة جدا. يا ابني انت تلات تدور فوق بعض حرام عليك كده حرام. حرام. تضرب راجل زينا حرام عليك كده. لا 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 يا جماعة ده القصة والزيطة اللي التمرينة دي. تاكل على الله. الو يا أمم مساء الخير. انا المعلم الكبير قوي بتاع الحته دي ما فيش اي حد ملاقيني. تجي على كده امشي امشي. مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير. اهلا. بقول لك ايه ما تديني كده حبه فول على زيت زراف كده بتعريف يا جدعانه. مساء الخير. بقول لك ايه وضبهم كده حبه عشان خاطري جدعانه. عشان خاطري. طب ما تديني بقى حبه كمان كده عشان خاطر رمضان. ايوه متشكر قوي. بقولك ايه ما حبه كده يا جدعانه بقى علشان خاطر المعلمه والمنجاه و انتوا متشكر قوي. بقولك ايه ما تدينا بقى القدره بقى عشان الناس اللي قاعده دي كلها تاكل وكل سنه وانت طيب. لا 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 ايه ده؟ انت بتضربني انا؟ انت بتضربني انا على وشي؟ انت بتضربني انا على وشي؟ ورب العزه ما انا سايب لك ده ابدا. بقولك ايه انا المعلم الكبير قوي وعظم ناشف وربنا العزيز ده انا جايب لك امي. اما